اهلا وسهلا بكم حبايبنا طلاب تالتة ثانوي دفعتنا الجميلة الابطال، معكم مسيو احمد عماد في تصحيح الدفوار نمرو تروا، تصحيح الواجب رقم 3 علشان نبقى بنتكلم بالعربي يا اخوانا. اهم حاجة وانا بصحح الواجب تكون يقظ كده وتكون فايق معايا وتسمعنا الشعار بتاع سويي افيك موا توجور، اللي هو خليك معايا على طول، وكمان اوعى تنسى احفظ كلمات، افهم قواعد، حل كتير، هتجيب 40 من 40 ان شاء الله. الدفوار بتاعنا النهاردة بداية من صفحة رقم 33 اكزامان نميرو 1، بيقول لي في لي لو دوكومون بوي شوازي لا بون ريبونز، اقرأ القطعة ثم اختار الإجابة الصحيحة. ماتيلدي بتقول نو بلي با لا فات دو مون انيفرسير، ما تنسيش حفلة عيد ميلادي. ماريون بتقول لها سي كون اي او، انه امتى وفين الحفلة، امتى وفين. ماتيلد بتقول لها سي سامودي ا 19 او كلوب، الحفلة دي يوم السبت الساعة 19 في النادي. ماريون قالت لها داكور جو في فينير افيك مون فرير لوك، موافقة انا هاجي مع اخويا لوك. سي تو لو كلوب، الا صحيح هو النادي فين. ماتيلدا قالت لها سي تا لا رو ناصر اكوتي دو سينما بري دو لا بلاس السلام، ده في شارع ناصر بجانب السينما بالقرب من ميدان السلام. فماريون بتقول لها لا بلاس السلام مي سي لوان، ميدان السلام يا لكن ده بعيد. فماتيلدا قالت لها عادي يعني، برون لو بوس او لو مترو، اركبي اتوبيس ولا مترو. قالت لها ماريون داكور جو برون لو بوس، موافقة أنا هركب الأتوبيس. السؤال الأول عندنا ماريون فا ألا فات، ماريون تذهب إلى الحفلة، طبعا هنقول أون بوس بالأتوبيس. نمرو دو لا فات دو لانيفرسار دو ماتيلد، إيه حفلة عيد ميلاد ماتيلد بتكون أو كلوب في النادي. نمرو تروا لا فات إيه بوان دو سواغ، الحفلة بتكون الساعة كم مساء، طبعا هي كانت الساعة 19 هنشيل منهم 12 هيبقى 7، هي سات اوغ دو سواغ في السابعة مساء. اما نمرو 4 ماريون فا على فات افيك، ماريون بتروح الحفلة مع اخوها اللي هي دي سون فرير. القطعة التانية يا شباب، سالو، بس قبل ما احل القطعة التانية تذكر السمع داخل الحصة والسمع في الدفوار ده في حد ذاته مذاكرة، يعني ده حد ذاته براتيك اون فرونسي، ممارسة للغة الفرنسية معانا. نروح للقطعة التانية، سالو هاي جو مابل يوسف، اسمي يوسف، جي دي ساتو، انا عندي 17 سنة، جابيت اوكار، اسكن في القاهرة، سي لا كابيتال دي ليجيبت، انها عاصمة مصر، مون كارتي اي مودرن، حي السكني يكون حديث، il s'appelle المعادي، اسمه المعادي. il est loin de la gare centrale، ده بعيد عن محطة القطر المركزية. dans mon quartier، في حي السكني، il y a un parc النزهة، توجد حديقة النزهة. dans ce parc les enfants se promènent toute la journée، في هذه الحديقة الأطفال بيتفسحوا طول النهار. il y a aussi des pistes cyclables et des rues piétonnes، يوجد أيضا طرق للدراجات وشوارع للمشاة. يا سلام عليك، مون كارتيي سي سوبر، حي السكني يكون حدث رائع. يوسف اللي بيتكلم. نمرو 5 هنا بيقول لي دون سو دو كومون يوسف، في هذه القطعة يوسف، الإجابة سي ديكري سون كارتيي، يصف حيه السكني. نمرو 6 المعادي اي لو نوم، المعادي بيكون اسم، بي دون كارتيي بيكون اسم حي سكني. نمرو 7 يوسف نقط سون كارتيي، يوسف ام بيان سون كارتيي، يعني بيحب حيه السكني جدا. نمرو 8 لو بارك النزهة، ايه حديقة النزهة، النزهة بتكون طبعا بتكون دون لو كارتيي دو المعادي، في حي المعادي. بعد كده بنروح بيقول لي كاس كون بو دير دون لي سيتواسيون سويفونت، ماذا نستطيع ان نقول في المواقف الاتيه.
9 tu refuses une invitation, tu dis انت بترفض دعوة وبتقول الإجابة سي pardon je suis malade, آسف أنا مريض. Numéro 10 tu demandes à un piton le lieu du supermarché, tu dis أي تسأل أحد المرة عن مكان السوبر ماركت وبتقول الإجابة دي où se trouve le supermarché, أين يقع السوبر ماركت. Numéro 11, un ami te demande son lieu de naissance, tu dis. صديق بيسألك عن مكان ميلاده وانت بتقول له. المفروض عن مكان ميلادك بقى وانت بتقول له بترد عليه فأقول له الإجابة سي جو سوي ني أوكار أنا اتولدت في القاهرة. Numéro 12, tu demandes à un ami sa date de naissance, il dit. بتسأل زميلك عن تاريخ ميلاده وهو بيرد وبيقول لي الإجابة دي جو سوي ني لو 12 مارس أنا اتولدت يوم 12 مارس. بعد كده بنروح للنقطة 13 في الجرامير لوبيتال اي بوان لو بارك. لوبيتال اي دوفون لو بارك لأن دوفون يجي بعدها لو ولو الابوستروف ولي. نمرو 14 اي تون ديغويزمون الإجابة الأولى كال عشان تون ديغويزمون مفرد مذكر. Numéro 15, nous prenons, عشان ONS avec nous. Numéro 16, quelle adresse, ton adresse, عشان adresse مبدوء بحرف voyelle. Numéro 17, le vélo est entre les deux voitures, العجلة بتكون بين العربيتين. Numéro 18, ma maison est près de mon lycée, ou du يأتي بعدها mon mami. Numéro 19, les amis de Noha. Les amis de Noha بتساوي L avec S, فنختار vont. Numéro 20, on est point une infirmière. هنا infirmière يا شباب جمع مؤنث فاختار الإجابة الأولى ديغويزي. بعد كده بيقول لي répond à ce mail. أجب على هذا المال. سالو الأول بترجم المال وحضراتكم بتترجموا معايا بيقول لي سالو هاي. Comment t'y est ton quartier? كيف يكون حيك السكني؟ Qu'est-ce qu'il y a dans ton quartier? ماذا يوجد في حيك السكني؟ Et qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ce quartier? وماذا لا يوجد في هذا الحي السكني؟ حضرتك وانت بتكتب معايا هنا وبتترجم معايا ده تدريب قوي للكتابة. سالو سالو زي ما قال لي سالو قلت له سالو محدش احسن من حد. كيف يكون حيك السكني فأقول له مون كارتي مون كارتي اي سوبر حي السكني يكون رائع دون مون كارتي في حي السكني إليا يوجد دي كافي كافيهات ان سينما اي انجار ومحطة قطر مي لكن إل نيا با لكن لا يوجد ونذكر مثلا دو ستاد مفيش في حي السكني استاد. كده انا جاوبت على المال. طب بالنسبة للموضوع بيقول لي ترات لو سوجي سويفون بارل دو لا فات ديغويزي دو تون كوبان. هنا بيقول لي اكتب في الموضوع دوت من 15 ل 20 كلمة. الموضوع بيقول لي اتكلم عن الحفلة التنكرية بتاعت صديقك هتتكلم فيها عن المكان والوقت والتنكر. هبدأ وأقول مون كوبان صديقي فا فار هيعمل إن فات ديغويزي صديقي هيعمل حفلة تنكرية. لا فات الحفلة فا اتر ستكون أكلب في النادي. ال سرا أو فا اتر هتكون ا ديس نوفر هتكون الساعة 19. مي كوبان أصحابي فون
فير ديغويزي أصحابي هيتنكروا اي موا aussi. Je vais déguiser, انا سوف اتنكر en مثلا pilot. انا سوف اتنكر في طيار. كده انا كتبت فوق ال 15 كلمة، يبقى انا كده في التمام. اما اروح للامتحان رقم 2 يا شباب، ما ننساش بنترجم مع بعض، بترجم كل كلمة، بنفهم كل نقطة، ولو في حاجة مش واضحة بتبعتولي طبعا على الواتساب. هنا بيقول لي كومون باسي لو جور دو كونجي، كيف تقضوا يوم الأجازة؟ أول حد بيرد سيريل بتقول جو باس مون كونجي افير دو كورس، أنا بقضي يوم أجازتي في التسوق. دون لو سونتور فيل افيك ميزامي، في وسط المدينة مع أصدقائي. أما فاطمة بتقول جو بريفير بوكو لي فواياج، أفضل كثيرا الرحلات. شاك جور دو كونجي، كل يوم أجازة. نو فيزون أن فواياج، إحنا بنعمل رحلة. بور كوناتر نو سيت تورستيك، علشان نعرف مواقعنا السياحية. أما دينا بتقول بور موا، بالنسبة لي. لو كونجي نيسيسيار، الأجازة بتكون ضرورية. مي جو غاست على ميزون، لكن اظل في المنزل. بور اتوديي اي ريفيزي مي ليسون، لكي اذاكر واراجع دروسي. يا سلام عليك يا دينا. نمرو ان سي بيرسون بارل، هؤلاء الاشخاص يتحدثوا، ده بيتحدثوا عن انشطتهم، لور اكتيفيتي. نمرو دو سيريل في دو كورس افاك، سيريل بتتسوق مع، هل افاك سي زامي سي كوبان، مع اصحابها. نمرو 3 لو جور دو كونجي، دينا يوم الاجازه. دينا قالت دي بنت مجتهده، يبقى ما بتخرجش، نو سوخ با. نمرو 4 فاطمه ام بوكو، فاطمه بتحب قوي، قالت بحب ازور واعمل رحلات. يبقى هنقول هنا الاجابه الصحيحه سي فيزيتي لي مونيمون، زيارة الأثار. القطعة الثانية يا شباب دو عادل، من عادل. ماجد، والأوبجي بيتكلم عن انفيتاسيون، عن دعوة. سالو هاي، فيا فيزيتي ما نوفيل ميزون، تعال زور بيتي الجديد. سي بري دو تا ميزون، ده قريب من بيتك. بور الي دو شي توا اما ميزون، علشان اروح من عندك الى منزلي. فا، بيبدا يشرح له، بيقول له عشان تيجي بقى من عندك لبيتي. فا تو دروا، امشي على طول. اي باس دوفون لو بارك اي لا بوست، وعدي من قدام الحديقه والبوسته. بوي تورن اجوش، ثم لف شمال. كونتينيو تو دروا، امشي على طول. جوسكا لا بيبليوتيك، حتى المكتبه. ما ميزون اي لا، بيتي هناك. À côté de l'épicerie، بجانب محل البقالة، وده عادل اللي بيتكلم. نمرو 5 سو دوكومون اي، هذه القطعة تكون ان ميل. نمرو 6 ماجد ابيت، ماجد يسكن بالقرب من بيت عادل، ولا قدام البوسطة، ولا بعيد. جوسكا لما ميزون، هندور مع بعض. هو هنا بيقول لي قدام البوسطة، ولا بعيد عن محل البقالة، ولا بعيد عن المكتبة، ولا قريب من بيت عادل. شايف ان هو قريب لانه رايح حمش. رقم 7 ماجد، فا شي عادل بور، رايح عند عادل علشان. هنا بيقول له تعالى زور بيتي الجديد، ماشي. يبقى دي زيارة عادية، يشوف مباراة كورة، لا عشان يشوف بيته الجديد اللي هي سي. اما رقم 8 عادل وماجد، بيكونوا هنا هنقول اتنين بقى جيران، لان هم قريبين من بعض. هنروح بعد كده لسؤال السيتواسيون نمبر 9 بور دوموندي لتينيرار دو لا ستاسيون دو مترو تودي، لكي تسال عن خط السير من محطه المترو. بتقول خط السير التوضيح، يعني ازاي هروح في اي مكان يعني. فهنا هقدر اقول لكي نسأل عن خط السير لمحطة المترو
بقول الإجابة سي كومون جو في على ستاسيون دو مترو. جار معناها محطة قطر. عشرة تو دوموندا أنا مي سون ديغويزمون على فات إل دي. تسأل زميلك عن تنكره في الحفلة وهو بيقول سي أنا متنكر في طيار. 11 تو سيت لو ليو لور دي لا فات تو دي. بتذكر المكان والوقت بتاع الحفلة وبتقول الإجابة دي الحفلة عندي يعني في بيتي في نص الليل. أما 12 تو دوموند أتونامي لو تام دو لا فات إل دي. بتسأل زميلك عن موضوع الحفلة وهو بيقول الإجابة لأن ديت موضوع الحفلة يعني لما يكون عامل حفلة تنكرية فهو عاملها عن المهن. بعد كده بنروح إلى جزئية الجرامير نميرو تراز لوك وفصلة يبقى بيأمر لوك وهنا الأمر الشخص واحد هاخد برون التانية. نميرو كاتورز سونيا نابا نابا النفي يخليني أخد دو الأخيرة. نميرو كانزي تو فا أو ليسي تذهب إلى المدرسة يبقى كومون تو فا أو ليسي كيف تذهب إلى المدرسة. نميرو ساز ميسيو للإحترام ياخد أزاد في الأمر يبقى تورني أفيك أزاد. نميرو دي سات لكول إي بري بري دو لأن رمبوا مفرد مذكر فياخد الأولى. نميرو دي زويت سي ميزون ميزون مفرد مؤنث فياخد ما. دي سنوف نوزالون باتنوار مفرد مؤنث فياخد ألا ألا باتنوار. نميرو فان فو فورنيتور فو في الامبراتيف تخليني اختار الفيرب المنتهي بأزاد وده هنوضحه في الحصة اللي جاية ان شاء الله الامبراتيف. بعد كده بيقول لي اجب على المال. هترجم المال الاول بيقول لي سالو هاي او تو باس تي فاكونس اين تقضي اجازتك. افيك كي تو باس تي فاكونس مع من تقضي هذه الاجازة. كاسكو تو في لا وماذا تفعل هناك. سالو سالو هاي اين تقضي اجازتك. هقول له جو باس مي فاكونس انا بقضي اجازتي. طبعا بنتعود ان احنا نعمل اجابه كامله اليكس في الاسكندريه. افيك ما فامي مع عائلتي. لا هناك. جو ناج دون لا مير انا بعوم في البحر. اما لما اروح الى المال اللي هو من 15 ل 20 كلمه بيقول لي اكري ان ميل ا ان امي فرونسي بور لانفيتي ا باسي اون جورني شي توا. اكتب ميل الى صديقك الفرنسي لكي تدعوه لقضاء يوم عندك. اتكلم عن الدات عن التاريخ ار الساعه والاكتيفيتي اللي هتعملوها. فهقول له شيرامي صديقي العزيز جو تانفيت انا ادعوك ا باسي اون جورني شي موا ادعوك لقضاء يوم عندي. سي انه لو ويكند انه في الويكند. واذكر له الوقت كمان كاتورزور الساعة 14 اللي هي الساعة 2 بعد الظهر. اون فا فير بوكو احنا سنقوم ببوكو داكتيفيتي بكثير من الانشطة. كوم لو فوتبال زي كرة القدم. اي لا موسيق. جو تاتوندر انا سانتظرك او جو في عشان في المستقبل القريب. جو في تاتوندر انا سوف انتظرك. دوت يا شباب الميل بتاعنا. بعد كده لما نروح الى الامتحان رقم 3 اللي هو بيقول لي سو دوكومون بوي شوازي لا بون ريبونس. فريده بتقول بونجور سلمى بونسوار سلمى كو في تون بير مساء الخير يا سلمى ماذا يفعل والدك. قلت لها بونسوار فريده مون بير اي ميديسان بابايا طبيب. il travaille dans un grand hôpital هو يعمل في مستشفى كبيره. كالي لا بروفيسيون دو تا مير ما تكون مهنه مامتك يا سلمى. قلت لها ما مير اي فارماسيان
مامتي صيدلانية. إتوا كاسكي تو أم أتر، وأنتي ماذا تحبي أن تكوني؟ سلمى قالت جورناليست كوم مون أنكل، صحفية زي أنكل. يبقى سلمى باباها طبيب ومامتها فارماسيان والأنكل بتاعها جورناليست. نمرو أن سلمى بارل بوان دو سي بارون، سلمى بتتكلم عن مهن والديها. اتنين لونكل دو سلمى ترافاي دون زان ام ماجازين، عم سلمى بيشتغل في ماجازين. سلمى ام اتر، سلمى بتحب تبقى جورناليست. وفي النمرو كاتر دو سلمى بريفير دي ميديكامون، وديت سا مير مامتها. بعد كده القطعة التانية يا شباب، كال بروفيسيون فوزيمي، ايه المهن اللي انتم بتحبوها؟ ادم بيقول 15 ans j'aime être professeur comme mon père، احب ان اكون مدرس مثل ابي. اما ليا 16 ans بتقول j'aime être pharmacien comme ma mère، احب ان اكون صيدلانيه مثل امي. اما ليو 17 ans j'aime être médecin comme mon oncle louis، احب ان اكون طبيب مثل اونكل لويس. اما زوي 14 ans j'aime être journaliste comme ma tante Marie، احب ان اكون جورناليست زي طنط ماريا. نمرو 5 سي بيرسون بارل، الاشخاص دول بيتكلموا عن، اكيد عن امنياتهم، الاجابه سي. نمرو 6 ماري الى طنط دو، ماريا طنط بتاعت زوي. لونكل دي ليو، اونكل دو ليو بيكون ميديسان. نمرو 8 ليا ام اتر كوم، ليا بتحب تبقى زي سامير مامتها. بعد كده بنروح الى نمرو 9 في سيتواسيون بور دوموندي لو بروجي دان امي بوندون لو ويكوند تودي، لكي تسال عن مشروعات صديقك خلال الويك اند. بتقول كال بروجي تو في لو ويكوند. نمرو 10 tu décris le travail d'un pilote، tu dis، تصف عمل الطيار وتقول il conduit un avion. Tu demandes à un ami la profession préférée de sa sœur، il dit، تسأل صديقك عن المهنة المفضلة لأخته وهو بيقول ب ال ام اتر ميديسان. نمرو 12 un ami te demande pourquoi tu vas chez le dentiste، tu dis، لماذا تذهب عند الطبيب الأسنان وأنت تقول أكيد جي مال أودونت، أشعر بألم في الأسنان. الجرامير يا شباب، نمرو 13 منار إي، منار بتكون بومبيي لأن بومبيي بتشتغل للولد والبنت. 14 إتا بروفيسيون، تا في مينا سانجولي فأخذ الإجابة الثانية في مينا سانجولي. نمرو 15 مون بير برون لو مترو، برون لو لا زائد وسائل المواصلات. نمرو 16 نو سوم دون، دون زان بوس بلو، دون أداة اسم، دون أداة اسم، دون أداة اسم. نمرو 17 سات فام اي ميديسان، لأن ميديسان بتشتغل للولد والبنت. 18 جو في او ليسي اون اوتوبوس، اون بيجي بعدها المواصلات الانسان جواها. 19 جابيت او زائد رقم، جابيت او زائد رقم، جابيت او زائد رقم. نمرو 20 بروفيسيون، كلمه فيمينا فالوحيده المتماشيه معها ما بروفيسيون. بعد كده المال بيقول لي سالو هاي كومونتي تون بير، كيف يكون والدك؟ كالي سا بروفيسيون، وما تكون مهنته؟ او ال ترافاي، اين يعمل؟ فنقول سالو هاي Mon père est sympa. Baba ya bikoun latif. Sa profession est mehnetou bitkoun journaliste, sahafi. Il travaille, hawa ya'mal dans un journal. Hawa ya'mal fi garida. اما الموضوع اللي هو من 15 ل 20 كلمه بيقول لي بارل دو تغوا بروفيسيون، اتكلم عن ثلاث مهن، نوم دو بروفيسيون، ناتور دو ترافاي، لو دو ترافاي. هتتكلم عن اسم المهنه،
وطبيعة عملها والمكان اللي فيها. يبقى نقول في الأول كده سي لو ميدوسان، إنه الطبيب. إل سواني لي مالاد، هو بيعالج المرضى. إل ترافاي، هو يعمل. دونز أن أوبيتال، هو يعمل في مستشفى. أدي ده الشخصية الأولى. نختار بعده سي لو بروفيسور، إنه المدرس. إل أونساني ليزيلاف، بيعلم التلاميذ. إل ترافاي دون زونيكول، هو بيشتغل في مدرسة. وبعدين هنقول سي لو جورناليست، إنه الصحفي. إل إكري ديزارتيكل، بيكتب مقالات. إل ترافاي دون زان جورنال. وبكده يا حبايبنا بنكون أنهينا الدفوار نمرو 3. يا رب الجميع يكون 100 100. أنتظر الدرجات النهائية في كويزات الحصص. أنتظر انتباهكم والتزامكم. افتكروا كلامي كويس، الالتزام طريقك للتفوق في الثانوية العامة. الثانوية العامة بتعلمنا الالتزام. والله بنجتهد معاكم ومع كل جيل علشان نخرج أحسن ما فيكم. ربنا يوفقكم يا حبايبي، وإن شاء الله نتقابل دايما على خير. واوعوا تنسوا الشعار، احفظ كلمات وافهم قواعد وحل كتير 40 من 40. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيو أحمد عماد.